نشرح المينرالز. هسه وصلنا لهاي المحاضرة، أعتقد بقينا 3 محاضرات للنظري وينتهي البايوكيمستري كلها، فنحاول نكمل. هسه هاي الانترودكشن. المينرالز ار ان اورجانيك كومباوندز ذات ار ريكوايرد فور ذا بودي از ون اوف ذا نيوترينتس. طبعا المينرالز يعني هي المعادن، خلينا نقول عليها المعادن، واللي عاده تكون غير عضوية. يعني المعادن دائما هي مواد غير عضوية، يعني تختلف عن هسه الجلوكوز والكربوهيدرات والليبيد وذني، كلهم ذني مركبات عضوية اعتبرها، لكن المينرالز تكون غير عضوية ولكن نحتاجها ايضا احنا يعني كسورس اوف يعني مصدر للغذاء، يعني نعتبرها. ف The inorganic elements or the minerals constitute only small proportion of the body weight. يعني هي المعادن بالحقيقة ما تكون إلا في جزء بسيط من وزن الشخص. Human body needs a number of minerals for its functioning. أكيد إحنا minerals إلها وظائف عدة، راح نشوف هسه شنو وظائفها بالهيومن بادي. إذا هي مركبات أو مواد غير عضوية، هاي المواد الغير عضوية هي اصلا مينرال شنو؟ ايونات، يعني كالسيوم صوديوم، فهي مواد غير عضويه تشكل جزء بسيط من وزن الشخص لكن نحتاجها بهوايه من الفانكشنز. خلينا نشوف شنو ذن الفانكشن. خلينا نشوف اول شيء كالسيفيكيشن اوف بون، حكيناها يعني هاي هم من المحاضره هواي شغلات من عدها بالمحاضره العملي مال الكالسيوم والفوسفات. فهسه كالسيفيكيشن اوف بون منو؟ يا اكيد اعتيادي هو الكالسيوم ايون، ايون الكالسيوم نحتاجه حتى اسوي كالسيفيكيشن للبون. البون يحتاج الكالسيوم بتركيبه. بلاد كواجوليشن نفس الشيء، تخثر الدم هم تحتاج بيه كالسيوم. نيورو ماسكولار اريتابيليتي، طبعا احنا ما تنتقل الاعازات العصبيه من النيرف الى المصل الا اخذناها احنا بالنيورو بالكورس الاول. احتاج شنو؟ احتاج ايونات يعني حتى يصير ترانسميشن، يعني نقل بالاعازات العصبيه تحتاج اكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال تحتاج بهواي شغلات، انه يدخل الصوديوم يخرج البوتاسيوم، ايضا تحتاج الكالسيوم همينه حتى تسوي مسل كونتراكشن، فهواي شغلات انه ذني المينرالز راح تشوفها تدخل بنقل الاعازات العصبيه الاكشن بوتنشال وغيرها. الاسيد بيس اكويليبريم، طبعا الاسيد بيس توازن من ناحيه الحامضيه والقاعديه، يعني خلينا نقول البي اتش، من يحافظ على البي اتش هنا راح تدخل البي اتش، من يحافظ عليه راح يعني راح تدخل المينرالز بيها كبفر سيستم. بالحقيقه هسه مثلا انا عندي واحد من البفر سيستم بالبادي مالتي اسمه الفوسفات، فوسفات بفر سيستم. هذا الفوسفات بفر سيستم هو من الأنظمة اللي من خلالها أنا أحافظ على البي اتش. إذا أنا احتاجيت ماينرال اللي هو الفوسفات، إذا الفوسفات تحتاجه للأسيد بيس إكوليبريم، البفر هو اللي يحافظ على البي اتش، واحد من الفوسفات. بعدك حتى غير ميكانيزم، مثلا الصوديوم، أنت في بعض الحالات اللي هي حالات الأسيدوسس، خلينا نقول الحامضية، الاتش الموجب هرمون العفو هرمون شنو الايون الاتش الموجب ارتفع بالبلد، فانت الاتش الموجب لازم تطرح اسيدوسز، لازم تطرح عن طريق الكدني. وحده من الميكانيزم اللي احنا نطرح بها الاتش الموجب هي ان بادله بصوديوم، فاحتاج صوديوم، يعني احتاج صوديوم، يعني اسوي اكسشينج بتوين هيدروجين، اطرح الاتش الموجب انتو ذا يورين وابادله اسوي ري ابزوربشن بداله للصوديوم. اذا انا احتاج صوديوم حتى اسوي اسيد بيس بالانس، تحتاج فوسفات تحتاج صوديوم وهاي مينرالز حتى تحافظ على مستوى البي اتش. الفلويد بالانس طبعا تنظم، طبعا الالكترولايت تنظم مستويات الفلويد. انا دائما اكو فت كونسبت، يعني دائما نحكي عنه، اللي هو انه حتى تحت انت حتى يكون الووتر عندك متوازن لازم اكو شنو؟ اكو صوديوم. بالحقيقه لانه الصوديوم الووتر فولو ذا صوديوم، هذا رول يعني اللي في اوزموتيك رول يسموه،
انه دائما تصير عمليه التناضح او الاوزموسز للووتر بعد ما ينتقل الصوديوم. اذا هسه الصوديوم اللي هو واحد من المينرالز راح يلعب دور بالفلويد بالانس، واللي هو نفسه ايضا تقريبا اوزموتيك ريجوليشن. يعني شنو اقصد به؟ نقصد به يعني الامانت اوف ووتر، الامانت اوف ووتر، امانت اوف فلويد دائما تتاثر بكميه المعادن او المينرالز. اذا هو هذا يقصد به الفلويد بالانس ان اوزموتيك ريجوليشن. زين الكلاسيفيكيشن العفو اوف ماينر، راح اقسم المينرال الى ماكرو ومايكرو. الماكرو اللي نحتاجها بكميات اكثر من 100 ملغرام ادي، يعني 100 ملغرام ادي فما فوق، والمايكرو نحتاجها باقل من 100 ملغرام ادي. اللي نحتاج اكثر الكالسيوم، الفوسفات، الكبريت، المغنيسيوم، الكلور، الصوديوم والبوتاسيوم. ذن الاشهر شيء يعني صوديوم بوتاسيوم كلور كالسيوم فوسفات كبريت ومغنيسيوم. اما اللي نحتاجه باقل يعني الحديد نوعا ما، الاف اي، النحاس، الخارصين، الام او، يعني اليود، الفلور، الكروم، الكوبالت والمنغنيز. ذني كلها معادن مايكرو ماينرالز نحتاجها باقل من 100 ملغرام ادي، يسموها التريس اليمنت. زين الام او اعتقد مولبيدينيوم، ما متاكد، يعني هو معدن، هو واحد من المعادن. الام او المايكرو ماينرالز اللي هي التريس اليمنت اسميها، احتاجها بكميات اقل من 100 ملغرام ادي. اما الماكرو نحتاجها باكثر من 100 ملغرام ادي. الكالسيوم، نرجع للكالسيوم، يعني احنا شرحناه صراحة بالعملية، هنا اكو اضافات بس هم اكو تكرار. فهو the most abundant mineral found in human body، اذا اكثر mineral موجود بالهيومن بدي الكالسيوم. زين الكمية الاكثر، الكالسيوم is essential for your body overall nutrition and health، نحتاجه بهواية، يعني هواية functions للكالسيوم، فيحافظ على الهيلث مالتنا. كالسيوم ميك اب ابروكسيميتلي يعني 2% اوف يور توتال بودي ويت اند كونتريبيوت تو ماني بيسك بودي فانكشن انكلودينج ديزيز بريفنشن ابزوربشن اوف اذر نيوترينت. راح نشوف ان الكالسيوم هو تقريبا 2% من وزن الجسم التوتال، وهو الى فانكشن راح ناخذها احنا هسه بالتفصيل شنو هو الفانكشنز مالته، من عندها ديزيز بريفنشن، يعني هو ما انه يدخل بالبلد كواجوليشن يعني تخثر الدم، فيمنع لك نزف الدم، يعني يمنع الامراض اللي تتعلق بنزف الدم. وايضا راح نشوف انه يحتاج بالابزوربشن اوف اذر نيوترينتس، يعني يساعد او يمنع امتصاص بعض المواد الثانيه. فاحنا هسه حاليا قلنا هو تقريبا 2% اوف يور توتال بودي ويت، فتقريبا ايش قد 1 الى 1.5 كيلوغرام اوف كالسيوم. زين 1 الى 1.5 كيلوغرام اوف كالسيوم اللي هي تقريبا 2% اوف يور توتال بودي ويت. زين هاي كميه الكالسيوم تسعة، اهم حكيناها بالعمليه، 99% تقريبا موجوده بالبون، بالتيث. التيث هي بون، نوع من انواع البون، ف 99% بالبون او يعني التيث همين، و only 1% اللي تكون بالإكسترا سيلير فلويد يعني بالبلاد. إذا 99% راح نلقاها بالبون، 1% بالإكسترا سيلير فلويد بالبلاد. يعني زين خلينا نشوف السورسز. معروف يعني كنا نعرف إنه الملك هو يعني الحليب دائما، لذلك الأطفال، ليش الأطفال يشربون حليب هواية؟ حتى يصير يعني نمو بالعظام مالتهم، لذلك الملك هو good source of calcium. Calcium content of cow's milk is about 100 ملغرام لكل 100 مللتر. هاي دائما تشوفون 100 ملغرام لكل 100 مللتر، ال 100 مللتر هو 1 ديسيلتر، فتقدر تقول هو 100 ملغرام لكل يعني 100 ملغرام على ديسيلتر، او تقول 100 ملغرام لكل 100 مللتر، لان ال 100 مللتر هو 1 ديسيلتر. فيقول لك محتوى حليب البقر من الكالسيوم هو 100 ملغرام على الديسيلتر. بعد مصادر ثانية الايج الفيش والفيجيتابلز ار ميديوم سورسز، اذا نقدر نقول المين سورس اوف كالسيوم هو الحليب،
لكن كمصدر ثاني متوسط يعتبر مثل البيض والسمك والفيجيتابلز. هم رجعنا للبيض، البيض هم good source، medium source، مو good، medium source الكالسيوم. زين، اما بالنسبه للسمول اماونت راح نحصله من الحبوب السيريالز اللي يعني تمن وايضا القمح ويت سمول اماونت. اذا المين سورس هو الميلك، الميديوم سورس راح يكون الايج والفيش والفيجيتابلز، والحبوب مثل التمن والقمح والحنطه يعني ذولا سمول اماونت. راح نشوف انه الشلدرن يحتاجون 1000 ملغرام ادي، تشلدرن من عمر 1 إلى 18، يعني 18 من يعني 18 تشلدرن ما اعرف صراحة، المهم من 1 إلى 18 يير هذول 1000 ملغرام ادي يحتاجون، طبعا لانه هاي المرحلة مرحلة نمو فيحتاجون كمية كبيرة، تعتبر 1000 ملغرام ادي يعني تعتبر كمية كبيرة، بينما كادولتس احنا ادولتس نحتاج 500 إلى 800 ملغرام ادي. زين يعني هي المشكلة الحليب مو طيب صراحة، فمشكلة يلا نحصلها من الفيش والفيجيتابلز. زين، فخم كمية متوسطة هاي تعتبر عند الادولتس 500 إلى 800 ملغرام، لأنه requirement أقل من الشلدرن. بالبريجننسي أكثر شيء 1500 اعتيادي، ليش؟ لأنه يعني هنا بالبريجننسي الريكوايرمنت مال الكالسيوم حتكون لشغلتين، اول شيء للام، والشغله الثانيه للطفل اللي هو اللي يعني اللي دا ينمو. فدائما بالبريجننسي احتياج الكالسيوم يرتفع الى 1500 ملغ عادي. زين، حتى يعني سبلاي يصير للام وللطفل. اذا هاي مجرد ارقام يعني. زين، خلينا نشوف شنو الباي كيميكال فانكشن اوف كالسيوم. طبعا نعرف الجروث اوف بون، يعني اكيد نحتاج الكالسيوم حتى يصير نمو للعظام وللاسنان. ذا بالك كوانتيتي اوف كالسيوم از يوز فور بون اند تيث فورميشن، لذلك قلنا احنا 99% من الكالسيوم يكون بالبون، نحتاجه لتكوين العظام. Bones also act as reserve for calcium in the body. Osteoblasts induce bone deposition and osteoclasts produce bone demineralization. مثل ما قلنا الكمية الكالسيوم يعني أغلب الكالسيوم 99% من الكالسيوم راح نشوفه نحتاجه بالبون بالتيث، وبنفس الوقت البون هي reserve تعتبر للكالسيوم. يعني أنا إذا صارت عندي hypocalcemia قل الكالسيوم عندي، من المصدر مالتي مين احصل؟ احصله من البون. لذلك بالهايبوكالسيميا يرتفع الباراثايرويد هرمون مثل ما حكينا، والباراثايرويد هرمون حيروح للبون تعتبر مستودع للكالسيوم ويسوي ريليس للكالسيوم. واحنا نعرف انه بالبون اكو تو تايبس اوف سيل، عندي اوستيوبلاست وعندي اوستيوكلاست. اللي تسوي ديبوزيشن للكالسيوم داخل البون، يعني تخلي البون ينخزن، العفو تخلي الكالسيوم ينخزن داخل البون، منه الاوستيوبلاست. لذلك الاوستيوبلاست هي اللي تبني البون، تبني العظم عن طريق انه تجيب هذا الكالسيوم وتسوي له خزن داخل البون، يعني ماينرايزيشن تسوي ديبوزيشن. بس اللي تحطم البون يعني تسوي ريليس للكالسيوم ديمينرايزيشن، فهي الاوستيوكلاست. زين، لذلك الباراثايرويد هرمون حيحفز الاوستيوكلاست حتى تسوي ديمينرايزيشن وتسوي ريليس اوف كالسيوم منين؟ من البون، وين؟ انتو ذا بلاد. اكيد اذا هسه نحتاجه بالبون وبالتيث، هسه نحتاجه بالمسل كونتراكشن. دائما العضله ما تتقلص الا تحتاج كالسيوم. كالسيوم ميديت اكسايتيشن اند كونتراكشن اوف مسل فايبر. طبعا الكالسيوم تحتاجه بشغلتين، شغله الكونتراكشن، الكونتراكشن اوف مصل يعني تحتاج الكالسيوم بكل الكونتراكشن اوف مصل. ماكو تايب اوف مصل اقصد، يعني سواء سكيليتال اور سموث مصل اور كاردييك مصل، فانه الكالسيوم حتحتاجه
اللي الكونتراكشن اوف اول 3 تايبس اوف مسل سكيليتال وسموث وكارديك مسل. بينما الاكسايتيشن، الاكسايتيشن اقصد بيه كاكشن بوتنشال هنا اللي يحفز المسل يعني يسوي لها اكسايتيشن، فلا يعني راح نشوفه انه تحتاج اكثر شيء بالكاردياك مسل والسموث مسل. هاي باخذيها احنا بالفسيولوجي بالكورس الاول بالمسكل سكيليتال سيستم، اخذنا انه الكالسيوم حتحتاجه بالاكسايتيشن مال السموث مسل والهارت مسل اللي بيها ريسبتر للكالسيوم، بس ما تحتاجه للاكسايتيشن اوف سكيليتال مسل بالحقيقه، لان سكيليتال مسل اكسايتيشن مينلي تجي من الصوديوم، لكن ككونتراكشن بكل انواع المسل. يعني نريد وصلنا من هذا انه تحتاجه بالكونتراكشن اوف اول تايبس اوف مسل، الاكسايتيشن حتحتاجه بس بالكارديك مسل والسموث مسل. هي معلومه خارجيه ما موجوده بس للفائده يعني او للتذكير. يعني شلون حقيقه يسوي؟ هسه راح نستذكر بالحقيقه شلون دي يسوي. احنا نعرف بالمسل اكو مايوسين، هذا المايوسين وهذا هو الاكتين. زين بالحاله الطبيعيه اكو فشي يمنع الانتراكشن بيناتهم، يمنع انه اني بالحاله الطبيعيه من ما اريد اسوي كونتراكشن اكو هذا التروبومايوسين. هاي كل احنا ماخذيه بالكورس الاول، تروبومايوسين يمنع شوف يكون بيناتهم، فما يصير ارتباط بين المايوسين والاكتين. احنا حتى يصير كونتراكشن المفروض اكو ارتباط بين المايوسين والاكتين، اوكي؟ فبالحاله اللي ماكو كونتراكشن التروبومايوسين يمنع الارتباط فيما بينهم. زين شلون اسوي كونتراكشن؟ يجي الكالسيوم، هذا الكالسيوم يجي يرتبط بهذا التروبونين كومبلكس، وبالتحديد هذا التروبونين سي يسموه، يرتبط الكالسيوم بالتروبونين سي فيسوي فد رياكشن بحيث شنو يوخر. شوف هسه هذا التروبومايوسين وخره هيجي سواه على مود يجي هذا المايوسين بايند تو اكتين، ومن يصير بايندينج بيناتهم يصير المسل كونتراكشن. اذا شلون الكالسيوم دي يسوي مسل كونتراكشن؟ بالحقيقه يجي يرتبط بتروبونين سي، نتيجه لارتباطه بالتروبونين سي حيسحب التروبومايوسين، فيمنع التروبومايوسين من انه يعني يوخر التروبومايوسين، فيخلي المايوسين والاكتين يرتبطون سوا، وبالتالي يصير الكونتراكشن. هذا هيك هم كتذكير يعني شلون دي يصير المسل كونتراكشن. شوف ات انتراكت وذ التروبونين سي trigger muscle contraction, it also activate ATPase increases the interaction between actin and myosin. طبعا همين انت بالمسل contraction تحتاج ATP، فالانزيم اللي هو الATPase اللي هو يستخدم الATP همين يتفعل بواسطة الكالسيوم. اذا بالcontraction يسوي شغلتين، يرتبط بالتروبونين سي وبالتالي يحفز الانتراكشن بين الاكتين والمايوسين، ويفعل الATPase على مود هم يستخدم اي تي بي اللي نحتاجه بين المسل كونتراكشن. بلد كواجليشن اكيد عمليه تخثر الدم، هو الفاكتور الرابع بعمليه تخثر الدم، فاكتور اي في. هاي بالفسلجه ماخذيها احنا انه حتى يصير كواجليشن اكو فاكتورز، بلد فاكتورز، كواجليشن فاكتورز يسموه. فالفاكتور الرابع هو الكالسيوم، تحتاج بهواي من خطوات البلد كواجليشن. نيرف كوندكشن طبعا اكيد is necessary for transmission of nerve impulses from presynaptic to postsynaptic region. هذا هم يعني التذكير بالكورس الاول، هذا الميكانيزم شلون ده يصير. انا هسه عندي هذا presynaptic neuron، صح لو لا؟ هاي presynaptic neuron، وهاي هي ال هاي لا هاي post synaptic neuron. زين فاني بال يعني هسه هذا ذني نيورون، هاي pre synaptic والpost synaptic. هنا اجى النيرف امبلس فات، النيرف امبلس من يجي بالpre synaptic neuron راح يحفز دخول الكالسيوم. هذا الكالسيوم من يصير له ريليس شو يسوي؟ يخلي ذني الفيسيكلز synaptic vesicles شبيهن، ذني synaptic vesicle هي اللي بيها هذا إذا تتذكروا الـ ACE الـ acetyl choline، أخذناه كل الـ acetyl choline اللي هو من خلاله يصير يعني هو هذا نيورو ترانسميتر. يعني شلون يصير انتقال الإعازات العصبية؟ لازم هذا يكون موجود. فالنيرف امبلس من يجي حيحفز دخول الكالسيوم، والكالسيوم يخلي ذني الفيسيكلز
وين يجن؟ يروح لهنانه وتنطي ريليس لهذا النيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر راح يحفز نقل الإعازات العصبية. هاي هم كله تذكير. إذن دور الكالسيوم إنه هو بالحقيقة من يجي النيرف إمبولس يحفز دخول الكالسيوم، الكالسيوم حيجيب ذن السينابتيك فيسيكلز اللي بيها الناقل الإعاز العصبي اللي هو ACE تخليها تروح لل هنا لهذا الممبرين هنا، فيصير ريليس الذني. وين يصير ريليس؟ يصير نقل للإعاز العصبي كتذكير، يعني مجرد تذكير. إذا نحتاج للنيرف كوندكشن ونقل الإعازات العصبي. سكريشن اوف هرمونز، راح نشوف ان الكالسيوم يعني تحتاج او ينظم افراز بعض الهرمونات، كانه يا اما يسوي لها يعني يزود الريليس مالتها والسكريشن او يقلل. مثلا الانسولين، الحقيقه الكالسيوم يحفز افراز الانسولين. هاي واحده من المعلومات اللي يعني مو كل الشائعه ان الكالسيوم يحفز افراز الانسولين. تاثيره على الباراثايرويد هرمون، طبعا بالحقيقه يسوي انهبيشن، يعني كل ما يرتفع الكالسيوم المفروض اني اوقف عمل الباراثايرويد هرمون، لانه اصلا الباراثايرويد هرمون هو وظيفته يرفع الكالسيوم. فالكالسيوم من يبدي يرتفع بسبب الباراثايرويد هرمون المفروض يسوي انهبيشن للباراثايرويد هرمون كنيجاتيف فيدباك انهبيشن. كل ما ارتفع الكالسيوم لازم اني اوقف الباراثايرويد هرمون حتى ما اخلي الكالسيوم يرتفع كلش زايد، اريده نورمال. اني الكالسيتونين بالعكس، الكالسيتونين الكالسيوم يحفز الكالسيتونين. زين يعني لذلك الكالسيوم من يرتفع يكون هايبر كاليسيميا عندي، لازم اني شنو احفز افراز الكالسيتونين على مود شنو، على مود انظم يعني على مود اقلل من الكالسيوم. إذا ارتفع عندي الكالسيوم كلش عالي المفروض هذا يحفز إفراز الكالسيتونين على مود شنو؟ على مود أوقف إفراز أو يعني أقلل كمية الكالسيوم. الفازوبريسين اللي هو الـ ADH الأنتي دايريتك هرمون أيضا بالحقيقة الكالسيوم يسوي له إنهبيشن. وإذا هسه لحد الآن إيش نعرف؟ إنه الكالسيوم يحفز إفراز الإنسولين والكالسيتونين ويوقف الباراثايرويد والفازوبريسين. انسولين يزوده، كالسيتونين ايضا يزوده، لكن يقلل الفازوبريسين ويقلل الباراثايرويد هرمون. اذا ينظم السكريشن لي ملتيبل تايبس اوف هرمون. ومثل ما احنا نعرف انت شلون تفهمه، انه بحاله الهايبركاليسيميا ارتفع مستوى الكالسيوم، انت من يرتفع الكالسيوم لازم توقف الباراثايرويد هرمون وتحفز من الكالسيتونين على مود شنو؟ على مود ترجع الكالسيوم لمستواه الطبيعي. زين كالسيوم as intracellular messenger، كالسيوم and cyclic AMP are second messenger of different hormones كجلوكاغون. بالحقيقة اكو هرمونات مثل الجلوكاغون، هذا الجلوكاغون راح للتارجت مالته ارتبط بالريسبتر، من يرتبط بالريسبتر يشتغل هنا يفعل second messenger. هو الجلوكاغون اعتبره فيرست مسنجر، هو يعني الفيرست مسنجر راح للتارجت مالته ارتبط بريسبتر حتى يكمل العمل مالته الفانكشن مالته يحتاج سكند مسنجر. واحد من عندهم الكالسيوم شأنه كشأن السايكليك اي ام بي، يعني هو مجرد مكمل لعمل بعض الهرمونات مثل الجلوكاغون. اذا واضح الفانكشن بالبون وبالتيث بالكونتراكشن وبالكواغوليشن ترانسميشن اوف نيرف امبلسز، ايضا ياثر على عمل هرمونات مثل ما يعني سكريشن اوف هرمونز كان اما يحفز او يوقف، وكمسنجر كمكمل لعمل هرمونات مثل الجلوكاغون. بعد بالحقيقه هو يسوي اكتيفيشن لانزيمز، يفعل بعض الانزيمات مثل شنو؟ مثل اللايبيز البنكرياتيك لايبيز. نعرف انه اللايبيز هو الانزيم اللي نحتاجه، البنكرياتيك لايبيز من اسمه هو اللي نحتاجه ل يعني لدايجستشن اوف ليبيد، من اسمه لايبيز يشتغل على الليبيد يسوي لها دايجستشن. تحتاج بالكالسيوم ايضا انزيم السوكسينيت دي هيدروجينيز. طبعا هذا الانزيم اذكركم بيه اخذناه بدوره جريبس. زين وايضا بنفس الوقت هذا يدخل بدوره جريبس ويدخل بالالكترون ترانسبورت تشين، ف يعني
يحتاج كالسيوم. ايضا الكالموديولين، طبعا الكالموديولين هذا اخذناه، اللي هو الكالموديولين اللي يكون بالسموث مصل، حتى يصير كونتراكشن بالسموث مصل لازم اكو كالموديولين يرتبط بالكالسيوم ويحفز المصل كونتراكشن، عباره عن كالسيوم بايندينج ريجوليتوري بروتين كان باند وذ فور كالسيوم ايون. هذا الكالموديولين موجود بالسموث مصل، من يرتبط باربع كالسيوم ايون حيحفز الكونتراكشن اوف مصل، زين، وين؟ بالسموث مصل بالحقيقه، زين. وايضا البايروفيت كاينيز اذا راح يدخل بالبنكرياتيك لايبيز بالسكسيني دي هيدروجينيز بالكالموديولين وبالبايروفيت كاينيز. البايروفيت كاينيز هذا واحد من انزيمات التحلل السكري، اخر خطوه بالتحلل السكري اذا تتذكرون عشان نستخدم البايروفيت كاينيز. الاكشن ماتا اون ذا هارت، خلينا نشوف شنو الاكشن ماتا اون ذا هارت. اكيد يعني هو يعني تحتاجه حتى تسوي انقباض كاردياك مصل، تحتاج كالسيوم حتى هم يسوي لها اكسايتيشن مثل ما قلنا ويسوي لها كونتراكشن. اذا اكت اون ذا مايوكارديال وبرولونج سيستول ان هايبركاليسيميا كاردياك اريست از سين ان ذا سيستول. اذا كالسيوم تحتاجه بالما يعني بالهارت مصل المايوكارديوم، بالحقيقه هو يعني يزود الانقباضيه يعني برولونج للسيستول. احنا نعرف انه الهارت الكاردياك سايكل بيها سيستول اند دايستول، السيستول هو حالة الانقباض، فأكيد الكالسيوم يزود and prolong the systole، يزود الانقباضية. في بعض الأحيان يكون الانقباضية كلش عالية بحيث مثل يصير arrest يعني توقف الهارت مصل، هاي بالحالات الهايبركاليسيميا إذا كلش severe hyperkalicemia يوقف الهارت بالسيستول، يعني يكون بس يعني ما يصير بريلاكسيشن، يبقى بس منقبض، يصير الكارديك arrest يعني شلون وقوف الهارت عند السيستول، هاي في حالات الهايبركاليسيميا. ليش؟ لتأثير الكالسيوم على الكونتراكشن اوف هارت ديورينج سيستول. خلينا نشوف الابزوربشن، 20-30% من الدايتري كالسيوم از ابزوربد ان ذا دودينم باي اكتيف بروسيس. اذا الابزوربشن مالته طبعا اكتيف بروسيس، تقريبا كل الابزوربشن اوف كل الماتيريالز اللي انا اصلا اسوي لها ابزوربشن بالسمول انتستين هي اكتيف بروسيس، يعني يحتاج انرجي، يحتاج اي تي بي، ما عدا يعني الكلورايد ايون، ايون الكلوريد دائما يكون باسيف، ايضا الووتر يكون باسيف عاده يعني ما يحتاج انرجي، فالكالسيوم اكتيف بروسيس يحتاج انرجي. 20-30% يكون بالدودينم، او الدودينم هو الجزء الاول من السمول انتستين. خلينا نشوف شنو هي الفاكتورز اللي يزود الابزوربشن وشنو الفاكتور اللي تقلل الابزوربشن اوف كالسيوم. 100% احنا اخذنا معلومه الفيتامين دي، اخذنا بالعملي الفيتامين دي اللي هو يجي اللي يفعل الباراثايرويد هرمون يزود الابزوربشن، ف100% الفيتامين دي والباراثايرويد هرمون حيزودون الابزوربشن اوف كالسيوم من الانتست. لذلك الكالسيتريول، طبعا الكالسيتريول هو نفس الفيتامين دي، الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، ات انكريز اللي هو اسمه الثاني هم انا اخذناه 1-25 داي هيدروكسي، زين، كوليكالسيفيرول هو نفس الكالسيتريول. اذا هذا الفيتامين دي يزود الابزوربشن. الباراثايرويد هرمون، الباراثايرويد هرمون هو اللي يكون لي الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، وبالتالي هم انهازز ذا كالسيوم ابزوربشن عن طريق زيادة synthesis of calcitriol اللي هو الفيتامين دي من الاكتف فورم. راح نشوف انه اللاكتوز، زين، يزود الابتيك، هاي مادة اللاكتوز، زين، اللي هي سكريات، هاي تزود الابزوربشن. اللو بي اتش اسيدك favorable for calcium absorption، دائما الكالسيوم تزداد ذوبانيته بالأسيدك، من تكون يعني أكو أسيد أكثر، حامضية أكثر، تزداد ذوبانية الكالسيوم. أي مادة تزداد ذوبانيتها يزداد الأبزوربشن مالتها، فما أن الكالسيوم تزداد الذوبانية مالتها بالأسيدك، يعني من تكون حامضية عالية بي اتش قليل فيزداد الأبزوربشن. راح نشوف أنه بعض الأمينو أسيد مثل اللايسين والأرجينين تزود الأبزوربشن، يعني يتم امتصاص الكالسيوم ويا ذني الامانو اسيد الارجينين واللايسين. اذا ذني هن الفيتامين دي والباراثايرويد هرمون، لاكتوز، وايضا اللو بي اتش، لايسين، الارجينين.
شن الشغلات اللي تقلل الابزوربشن، نقصان الفيتامين دي.